السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة وشفيع الأمة، السلام على من قاس المصائب من أجلنا، السلام على من كسرت رباعيته لهدايتنا، السلام على من ربط حجر المجاعة على بطنه لإنقاذنا، السلام عليك وعلى ابنتك المفجوعة. واسوها في هالليلة مو تتركونها، آخر ليلة ترى هذه، إلا ما بجى طول محرم وطول صفار خلي يبكي الليلة، لأن النبي مضروب المثل يقول كيوم مات فيه رسول الله. اليوم يا أخي الزهرة تبكي وعلي يبكي والحسن يبكي والحسين قاعد على كتر حاط رأسه بين ركبتين. هيئ روحك وسلم على النبي يقول السلام عليك يا حبيب الله، رجعنا بك يا حبيب قلوبنا، لكن احنا مصيبتنا اعظم على النبي لو مصيبة بنت الزهرة. آخ ماذا على من شم تربة احمد. تقول محافظينها ترى انا والله اعرف ابيات، لكن انا اجيب ابيات وانت تعرفها حتى تجر وياي الصوت وتشترك بالاجر وياي. ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان، ونداءي اصيح وياها صب تحت اسالكم اي مصيبه اعظم على الزهر؟ هي قالت مصائب لكن اي مصيبه اعظم؟ ما ادري. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، قد كنت لا تحمل بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي. اليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع شاني بردائي، أولاد النبي المصطفى سليم. اخو بنت النبي
نحنت على ابوها تشمه وبدي قبلها ويوسمها وتلثمه وقالها تقاسي عقب عيني من الامه يا نور عيني كل بليه وكل اذيه كنتي اشوف بنار بيتك حارقينه كنتي اشوف الضلع منك كسرنا الضرش يا ابو حسين كنتي اشوف بنار بيتك حارقينه وجني اشوف الضلع منك كاسرينه وان بعلك يا زهره بالحمايل قايدينه والدين خلفه صارخه خلوه لي فرقايبه يخليك يا بنتي نحيله خليك يا بنتي علينا لكن يا زهرة مدتك ما هي أول من أهل الدين من يقدم علي عن الويلات عن المصائب رسول الله من أجل أن ينقذنا من الظلمات إلى النور يستحق نبكي علينا ولا نستحق الليلة نضج ضجة واحدة ونبيانا ولا استاهل استاهل شوف النبي أقدر أذكر لك بعض الأشياء اللي نزلت عليه بس هالشكل اقتطفات سريعة كان يصلي عند بيت الله الحرام وإذا بأبي جهل مع جماعة من قريش يأتون أعزكم الله بهذا يسمونه السلة يعني هذا بقايا أحشاء الحيوانات ويأخذونه ويلقون على رأس رسول الله النبي في هاللحظة ما تحمل تضربوني بالحجارة تشتموني بس ليش سوى النبي تعرف راح إلى أعمامه راح إلى الحمزة قال عما حمزة قال نعم قال شوف أنا شايف وين شايف قال بلد قال أنا ولد أخوكم لو غريب عنكم قال لا أنت ولد أخونا وأنت عزنا قال يعني تقبل هالشكل يصنع بي وأنتم تنظرون وإذا بحمزة سلسل تعرف حمزة بعد هذا يا أسد الله راح إلى الديوان اللي قاعدين فيه قريش وقال وإذا به أخذ هاي نفسه هذا القاذورات نفسه وجاب هوية وسل سيفه قال قفوا صفا واحدا وإن طرفت عين من أحدكم أخذت الذي فيه عيناه قالوا وش بتسوي قالوا وأخذ هذه القاذورات ولطخ وجوههم ولحاهم ولا أحد إلى أن جاء عليهم أجمعهم وحذرهم تالي الحمزة راح للنبي قال ها يا رسول الله عمك عشيرة عمك موجود قال موجود قال نعم كفوا نعمين لكن يا أخي شوف المصائب اللي نزلت على النبي تدري هالعم ماذا صنعوا به تدري ماذا صنعوا بحمزة فطروا قلب رسول الله مو قضية قتل الحمزة في المعركة وانقلب الجيش ونزل قوله تعالى وما محمد ذاك الوقت هجم الجيش خالد بن الوليد وجو
وصار البعد وكسرت رباعية النبي في ذلك الوقت، الرباعية يعني أسنانه كسروها بالحجارة، ولم يثبت معه إلا علي. بعدين هذه أرادت من رجل أن يقتل النبي في البداية، وهو شموخ حمزة قصدها منه، قصدها رسول الله. دورت واحد قالوا هذا وحشي يتقن رمي السهام أو الرماح، قالت قالت يا هذا سأطلقك من العبودية وأعطيك ما تريد بشر. قال ما هو؟ قال أن تقتل محمدا. سامعين ما قال؟ لماذا؟ قال لأن هذا محمد أصحابه ما يخلونه بروحه عن يمينه وشماله. قالت ماكو مجال، ماكو فرصة. قال ما قالت انزين إذن علي بن أبي طالب هذا ذبح أخوي وعمي وأبوي في وقت واحد. قال هم علي هذا ما أقدر عليه. قالت ولماذا؟ قال لأن هذا علي ما أدري كيف هذا الإنسان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه، ما يلحق واحد يرفع سيفه وراه اذا قطع راسه، كيف شاف انا ما اقدر عليه ارفع الروح ما 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 بلحق عليه. قال لكن حمزه اقدر. قالت كيف؟ قالت قال لان حمزه مثل اسد الخصوص يهجم على القيل ولا يبالي بمن عن يمينه ولا شماله ولا قال بحاول اشوف يمكن اقطع على حمزه. قالت مو مشكلة بعد أفجع قلب النبي بقتل عمه. وفعلا لما صارت المعركة انتهت الفرصة، صارت الدائرة على المسلمين، إجا هذا حامل رمحة ينتهز الفرصة وسنحت له فرصة، فطعن حمزة بذلك الرمح فاخترق أحشاءه وسقط على الأرض صريعا. جير لحظات وتوفي حمزة، يعني دخلت في أحشاء بالإضافة إلى الجراحة. لما انجلت الغبرة وإذا بهم جاءت إلى حمزة، طلعت خنجر من محزمها وقطعت أنف حمزة وأذنيه وقطعت كبده واستخرجتها وأكلتها تحولت إلى حجر. النبي استبطأ الحمزة، قال من منكم يطلب الحمزة؟ جواح قال أنا يا رسول الله. يقول أنا من شفت الحمزة على هالحالة خفت أروح أخبر رسول الله، لأن قطاع مقطعة ممثل به، لا في إذن لا في أنف هكذا. رجعت ما بكي، قال أين عمي؟ وإذا النبي بنفسه ذهب إليه، من شاف حمى على هالحالة صرخ صرخة زلزلت معسكر في أسره وعمها. رجع يكفكف دموعه، لماذا؟ قال لأن صفية هي عمتي اللي أخت الحمزة في الخيام جالسة، وأنا ما أريدها تسمع ولا أريدها تعرف بالخبر، لكن خبروها وطلعت من الخيمة ووصلت إلى جنازة أخيها وسقطت عضلا عليها. شوف ورجع المدينة وأخبر أمر الناس بالبكاء على مصايب، لكن إحنا خلنا نشوف مصايب هذه الليلة، الليلة والأيام. نزل المرض برسول الله من يوم الأربعاء شوي 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 شوي. جلي جبريل قال يا رسول الله وش أخبارك اليوم؟ قال أرى الدنيا مظلمة في عيني، حاس أكو مؤامرات موجودة. قال لم تنصب علي؟ قال نعم. فقال لأسامة بن زيد اذهب إلى المكان الذي ذهب إليه أبوك قتله قريب فلسطين، يعني مكان بعيد كلش بعد ما يمديهم يروحون ويرجعون الا استتب الامر لعلي عليه السلام. جهزوا جيش وسلم، فعلا ذهبوا وصلوا قريب، واذا الجواسيس من بيت النبي الى ابوها الابوين. قالت يا ابوي لا تروح، تعال ارجع، ترى النبي مودع، النبي راح يفارق الحياه.
وإنما أرسلكما هذا المكان البعيد ليصفي الجو لابن عمه علي. وإذا بهم رجع في الطريق النبي أفاق، قال لقد طرق المدينة دش ودخل. قال لماذا ليش ما ذهبتوا إلى الجيش؟ قال واحد يا رسول الله ما قدرت، قلت خلي شوية أشبع من شوفيت وكذا. والثاني قال لا أحب أن أسأل عنك الركبان، يمكن يكذبونك ما يقولون الخبر الصحيح. قال أنا أتأكد بنفسي، أنا أجي بيتك وأشوف حالك. قال جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. قالها ثلاث مرات انصرفوا جهاده، انصرفوا. وإذا به ينادي علي بحبيبي، وإذا بها تذهب وتنادي أباها. جاء وإذا النبي أعرض بوجهه. النبي مقاييسه مو مقاييس يا أخي عاطفية، هو يقول الله يقول إن أكرمكم، حتى النبي تتعافي على أعطيك نبذة بسيطة حتى تعرف. النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه ما كان يميز الناس، يميز نفسه عن الآخرين. يعني تدش المسجد الرسول وسقنا الله وإياكم مثلا، تدخل هذه يدخل في زمان الرسول هذا السائل يقول وين من هو رسول الله؟ ما هو تو جديد ما يدري، يقولون لي هذا النبي إذا جالس حد زين. كثر العدد التفت بعض المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله مشكش كل ساعه دخل علينا واحد وقطع علينا الكلام ويسال وين النبي. قال بعد انا على كل حال ماذا اصنع؟ قال انظر الى هذا الجذع المنصوص، جذع اسطوانات تسوون، روح المدينه رزقنا الله واياكم في اسطوانات ساب، ناس يروحون ولا يدرون شو القضيه. سبع اسطوانات بعضها داخل الحجره وبعضها في الروضه وبعضها برا، وكل اسطوانه لها قصه. في اسطوانه ابو لبابه هذا الكتاب وعرضت نفسه وموجوده في الروضه مو صحيح مكتوب عليها. وفي اسطوانه يسمونها اسطوانه التهجر، هذه في الجدار هذا اللي بين الحجره وبين الروضه مكتوب التهجر. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجر لله. بجنبها اسطوانة تسمى اسطوانة الوفود، هذه إذا جو الوفود من برا الرسل من برا هني رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وياهم. هذا هناك في المدينة إذا وداكم بتشوفون مكتوب. وإلى جانبها اسطوانة تسمى اسطوانة الحرس، جون من أحيان يحرسون رسول الله في الأوقات اللي قد يتعرض لها الخطر. وأكو داخل هم اسطوانة، وأكو اسطوانة هذه ما يكتبونها، هذه عندنا إحنا، هذه إحنا نسميها اسطوانة عائشة. تدري ليش؟ لأنهم قتلوا سعد بن عبادة وهي اللي أمرت، لكن قالت أنا هذا الجن، الجن قتلوه على كل الأنوية يا السلام. شاهد الكلام، فقالوا هذه الأسطوانة يا رسول الله جت عن النخلة استند عليه حتى اللي يدخل يعرف انها في النبي صلى الله عليه وآله يخطر، وكل ساعة وقطع علينا التفاتنا وانتباهنا. قال ما يخالف، فاستند على ذلك الجذع مدة من الزمن. زادوا المسلمين الليل ايش ما تشوف النبي؟ قال يا رسول الله لازم ماي هذا الجذع ما يفهم، لازم قال خلنا نسوي نصنع عليك منبر. فصنعوا له منبر من ثلاث درجات. قال ها برز المنبر؟ قال ها برز. شوفوا كيف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله الاولى على المرقاة الاولى فقال امين، مو امين يقرأ الدعاء لا يقول آمين رب العالمين، آمين آمين ما يشك الدين خف وخاف.
آمين رب العالمين. اللهم استجب. ركب المرقاد الثاني قال إلهي آمين، الثالثة هم كذلك لا إله. قال يا رسول الله قعد على المنبر. قال يا رسول الله لم أمنت الثلاثة على هاي العتبات؟ ما أحد تكلم ولا أحد قال شيء. قال أنتم لم تقولوا لكن جبرائيل قال. وماذا قال؟ قال لما ركبت المرقاة الأولى قال من أدرك أبويه ولم يغفر له فلا غفر الله له. أبوه وأمه موجودين، مصدر الرحمة موجودين، وهم هو ملعون في كتاب الله. هذا بعد فيه خلاص أجارنا الله وإياه، حتى الأم متوفية وأبو ذر بعيد يستطيع أن يكون ضارا وهم في قضية من خلال الأعمال الصالحة. حزين المرقاد الثاني يا رسول الله قال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. والثالثة من وقف يوم عرفة في عرفة ولم يغفر له فلا غفر الله له. قالوا إلهي آمين. يقولون يا أخي بس بدي يتكلم على المنبر وإذا يسمعون حليم في المسجد منا من هو يحب من يضيكم يحب. وإذا هالحنين صادر من الجذع اللي كان النبي يستند عليه يحن. ليش يحن؟ حزنا على فراق النبي، وهذا النبي واقف مو بعيد عنه، يما هذا النبي هني والجذع هناك، والجذع الجمال حن يبكي على رسول الله. أجل بسألكم الليلة الزهرة وإيش حالها؟ إذا جذع حن على رسول الله هذا المنبر يا أخي. النبي قال ودوني لما جاء هذا قال أريد صاحبي جاء الثاني فأعرض عنه. قال لو يريدني لما أعرض عني. قال ائتوني بحبيبي وخليلي وإذا بأم سلمة نادي نادوا له علي. جاء علي قال يا علي قلت عند الشيطان في مصيبة أتغفل هل فكرك يمي؟ قعد ويا علي ضم الى صدره ووضع فمه على فمه وقام. قالت له سلمة ماذا قال لك النبي؟ قال علمني الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب. زين شوي واذا جبرائيل ينزل على رسول الله. وقبل ما ينزل هاي القضية تالي قبل ما ينزل وإذا بلال يكذب صلاة. قال النبي هل يصلون وعندما يوم مطلع الجامع وكذا المسجد وإذا فلان تقدم للصلاة. فقال النبي لقد حدثت فتنة عظيمة. يلا يا علي قوم انت ويا عمي يا عباس قوموا سدوني. يا رسول الله انت متعب. قال ما يمكن ما يمكن اسمح لهذا الشيء يحصل وانا على قيد الحياه. ومن شاف هذا النبي مقبل تعالى على المحراب. والنبي مع ما به من الضعف صلى لكن متعب كلش. وقعدوا على المنبر وقال يا مسلمين اسالكم سؤال وجاوبوني. وانتم بعد موجه للنسوة. قال لهم اي نبي كنت لكم؟ ها؟ أي نبي كنت لكم؟ قالوا خير. قال ألم أجاهد بين ظهرانيكم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم أشد حجر البجاعة على بطني؟ ألم أقاس الشدة من جهال قومي؟ فقالوا جزاك الله خير الجزاء يا رسول الله، لقد كنت على البلاء صابرا وللنعماء شاكرا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. قال أيها المسلمون إني مفارقكم، فمن كانت له مظلمة فليأتي ويقتص مني. قالوا الحاشا انت ما عليك ظلامة مستحيل. قال إلا أنا أريد يقتص خلي جو يقتص. قال ما حد بيقوم إذا رجال من أقصى المسجد جاي يتخطى الرقاب. إلى أن وقف بين يدي رسول الله قائلا السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام يا سواد ما تريد؟ قال أنا عندي ظلامة.
قالوا الزواج اتق الله، هذا رسول الله، هذا ارحم الرحيم، لله ارسل للناس رحمه، هذا العطاء يعفو عن الظالمين، يعفو عن المعتدين، يعفو عن الكافرين، عفو عنهم، في اظلم منا من هذا من ابو سفيان؟ ما قال له اذهبوا فانتم الطلقاء. ايش سوى فيك رسول الله؟ قال خدمك انا والنبي. قال يا رسول الله انا اريد اقتص منك. قال مما يا سواد؟ ماذا صنعت لك؟ قال عندما رجعت من الطائف على ناقتك العظمى وبيدك قضيبك المنشور، رفعته تريد الناقه فاصابني في بطني. ترى الله مرتب هالقضيه حتى يجي هاليوم يعرف الناس، قلنا النبي لا، الله مرتب هالقضيه. قال انزين يا سواده. قال اي انا اريد اقتص. قال بلال لبيك يا رسول الله. قال اذهب الى دار فاطمه واطلب منها قضيبي الممشوش. قال نعم سمعا وطاعا، ووقف وضرب الباب. حتى رسول الله يستاذن تعرف ويقول، يقول لفاطمه ليش تستاذن؟ قال الله امرني بذلك. واذا بلال يطرق الباب، من الطارق؟ قال خادمكم بلال. ماذا تريد؟ قال يا فاطمة إن أباك يريد قضيبه الممشوش. قالت وما يريد به وما هو وقته؟ قال يا فاطمة إن أباك ينعى نفسه. قالت وحزناه عليك يا أبتا. أخذ القضيب الممشوق وتوجه إلى المسجد وأعطاه رسول الله. قالت فضل يا رسول الله. قال سواد ادلوني، خذ القضيب اقتص. قال لا، اكشف لي عن بطنك. اقول اكشف بطنك، اريد المكان اللي انا ضربت فيه اضرب في نفس الموضع. واذا النبي والمسلمين يشتاقون مندهشين مستغربين. فكشف عن بطنه. قال يا رسول الله اتاذن لي ان اضع شفتي على بطنه؟ قال تفضل. فوضع شفته على بطن رسول الله قائلا اعوذ بالله من النار من موضع القصاص من رسول الله. قال تعفونا وتقتاص؟ قال بلى عفا. قال اللهم اعف عن سواد كما عفا عن نبيك. واذا بالنبي يرتعش وهو على المنبر. قال يا علي سلمني ما اقدر اتصلى. ما تقدر تتصلب على المنبر؟ منبر كذا. انا ما ادري ولد الحسين كيف اتصلب على الجوال. ها حسين لما جاء السهم المثلث كيف تصلب على الجوال؟ ما قدر يتصلب. وش سوى؟ جاء الى يعني ان مكه كما مرتفعه يريد يثبت بالفارس. كل ما الحسين مال الى جانب هو مال الى جانب. ونزل يا اخي على تلك التهبه. راح ودوا البيت. الان دخلنا بيت رسول الله، ما حد غريب، ما في الا علي والعباس كذلك بس. قال لا يدخل علينا غريب. النبي يقول انا ممكن يجيني وجع، يقول كذا، ما اريد غريب يسمعني، اتوجع ويسمعوني الغرب. لا، لكن لو سمعتوني وتون اهلي، اهلي واحبائي ما يخالف. بينما هو كذلك جلوس علي عنده يا اخي، واذا جبرائيل يطمن على النبي، يطمن عليه، ايش اخبارك يا رسول الله؟ قال يا جبرائيل اشعر بان الموت يحوم حول راسي. قال يا رسول الله عندي كتاب من الله، لكن هذا كتاب مو اليك انت. قال ها. قال هذا كتاب لابن عمك علي. قال ايش فيها الكتاب؟ وش فيها الكتاب؟ قال هذا فيه الاشياء المصائب اللي راح تنزل على علي، لكن الله قال لي مو مجبور علي بالموافقه. كيف؟ يقبل بيبتلي، ما بيقبل شي راجع له، مو اجباري. قال عط علي، علي وعلي ما يشوف جبريل يعني ظاهرا بجماعه. اخذ علي النبي عطى الكتاب، علي قال له اقرا. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا ما سيجري عليك اذا بتصبر نفذ، ما تصبر على راحتك. قال في الدين، في نصف الدين. قال في نصف الدين. قال ان شاء الله انفذ. قال اقرا يا علي. اول نقطه قال ان تقال من رقبتك وتجار من بيتك. اصبر يا علي. قال اصبر.
جزيرة في رضا الله أصبر. قال الثانية تغتصب الخلافة منك يا علي، يصير غيرك هو الخليفة وانت قاعد بالدار تصبر. قال أصبر يا علي، فدك ينهبونها منك تصبر. قال أصبر. كل ما قال شي قال تالي، وإذا الإمام علي يقول هذه وش هالكلمة يا رسول الله؟ قال ما هي؟ قال مكتوب تهتك الحرمة. قال النبي ما أدري بسأل جبريل. قال حبيبي جبريل ما مقصود الله من هذه الكلمة تهتك الحرمة؟ قال يا رسول الله يعني اسأل علي يشوف الزهرة يعصرونها بين الباب والجدار يصبر. انت تفكر المسمار على حسبالك، انت المسمار اللي موجود هالايام، لا هذا المسمار يثبت الباب هاي اولي، هذا مسمار كبير مثل السهم، هذا ركز في صدر ام حسين. اصبر يا علي. علي ساكت ما يحكي. يا علي الاخوان زوجتك على خدها وانت طالع تصبر. علي ساكت. يا علي تشوف جنينك يتعفر على الباب تصبر. واذا بعلي سقط مغمى عليه صحو نادي وافه. تصبر تصبر تصبر. لا لا لكن يا علي اغمد سيف الافقار وتحمل بدرع الصبر يا حامي الجار. جني اشوف ببيتكم يضربون النار. قال اصبر يا رسول الله. قال اين ابنتي فاطمة والحسن والحسين؟ اريد اتودع منهم خلاص، هذا آخر الفراق. وإذا جاء الحسن والحسين بس وصلوا ألقوا بنفسهم على جدهما، وإذا النبي أضمهم شعر علي أنهما أثقلا على رسول الله. راح وشال قال لا يا علي خلهم على صدرهم، خلهم خلهم هذا غير أطفال صغار. أنا تقول له أنت مريض إذا قعدوا على صدرك، ها يمكن تتوجع أنت تعبان وكذا. قلت أشيلهم. قال لا خلهم على صدري، هذه قعدتهم على صدري تريح لي. الإمام الصادق جلي واحد يسأله سؤال. قال سيدنا عندي سؤال بس مستحي منك وكذا. قال لا اسأل. قال المشكلة السؤال يتعلق بجدك الحسين، أنا أعرف إذا أجيب طاري الحسين ما تتمالك تفقد إحساسك وتبكي. قال لا اسأل. قال أنا قاعد بالماتم بالمجلس وجاء هذا الراتب قال كلمة أنا ما استسلمت. قال شنو؟ قال يقول الشمس تربعها وصدر الحسين. شمر هذا براعية المعزي يبعد على صدر سيد شباب أهل الجنة. وإذا الإمام شال عمامته قال تسألني قعد على صدره لو ما قعد، اسألني قعد ممتعن لو حافه. ترضون أنا أقرب العالم لو أركب بالمنظر بالعالم تنظرني؟ لو واحد مش حرم الحسين لو بدون لو ما طوف الكاشوان ايش بيخلوني؟ انا اسال. شفت الكاشوان جو واحد يقول انا ما بحط طبعا في الكاشوان ابا شبار شبار يخلوني ما يخلوني. وهذا اللي زوليه ها، وهذا كل هالاشياء من تسبه للحسين لكن الشر بالعالم باش على الحسين. وين ابنتي فاطمة؟ دخلت فاطمة وان شافت أبوها نادت وأبيض يستسقى الغمام بوجهي. ثمان اليتامى عصمة للأرامل يطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قال لا تقولين هالكلام هذا مو أيامها خلاص
ايام السعاده راحت عنك يا فاطمه. قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صرخت وابتا. اويلي غمض عيون وشيب لو ساعد يا ابو حسين. صوتك وين صوتك؟ هذا النبي غمض عيون وشيب لو ساعد يا ابو حسين. بطل ولينا المصطفى مكسور قلب الضر الحامل يجبرا، وهذا الشهيد حسين ياهو شن نحرا، وياهو عقب عينك يا حطفو. اين معهم كذلك واذا بالباب تطرق، جت فاطمه من الباب. قال انا غريب. قالت النبي مشغول عنكم. صارت رجعت واذا مره ثانيه يضرب الباب. منو؟ انا غريب. قالت انصرف. قال فاطمه النبي. فاطمه افتحي له. قال ابا انا موجوده. قال لا هذا خليه يدخل، هذا مو بشر خليه يدخل. قالت من هذا؟ قال يا فاطمه هذا مفرق الجماعات، هذا هادم اللذات. قالت من تقصد؟ قال هذا ملك الموت. قالت يا ابوي يعني انت اليوم ميت. يجري ملك الموت. اسمع. اويلي للواحد على الباب يتخفى بكلامه، ينادي يا هالبيت النبوه ملك الموت. يا ملك الموت. قال انا استاذن عليك، ما استاذنت على قبلك ولا على بعدك، والامر اليك يا رسول الله. قال انتظر يجي جبرائيل.
اجى جبرائيل والتقى بملك الموت قال قبضت روح محمد قال انتظر ردك قال الا ترى الى الحور العين تزينت الجنان تهيأت لاستقبال روح محمد نزل جبرائيل قال يا رسول الله قال يا جبرائيل ما يقول ربي قال يقول لك وللاخره خير لك من الاولى قال يعني انت اخترت قال اختار ما اختاره ربي قال يعني انت ميت يا محمد خلاص قال انت قال نعم خلاص قال يا محمد انت خير الخلق انت اشرف المرسلين ما نخليهم يكفنوا كذا حنوط من الدنيا لا قال ها قال لا انا الله جاب لي حنوط هذا الحنوط قال تفضل من الجنه كافور من الجنه خذي يا رسول الله وزع على اهل بيتك بس هالكلمه وزع وزع على اهل بيتك جنبي قال شان جو قسم اربعه اقسام ثلث اخذ قال علي هذا اذا انا مت حنمطني بهالكرم حنمطني بهالكرم ان شاء الله علي تفضل هذا اليه للجنه اخذ علي واخذ حقه في صدره وشم ريحته وخلاه فاطمه تعالي نعم هذا حقش تفضلي من الجنه شمته بني حسن حسن نعم جده تعال وش قلنا احنا هيك حنوط من الجنه تبكي حنوط من الجنه هذا ما يبكي هالكلام قال الحسن اخذه وشمه وحطه على وجهه حسن طلع يا حبيبي حسين ساعي طالع الغرب ساعي طالع علي ساعي طالع الزهر ساعي طالع الحسن راحوا مخشف جرنا وقام يبكي ابو جدي بسألك سؤال قال تفضل قال يوم طلعت في المباهلة خليتني في البيت وطلعت قال لا ما طلعت وياكم انتم اربعتكم ولا الخامس قال بلى يوم نزلت الآية في الفقير انا مو وياكم نذرت ولي وصمت قال بلى قال يوم الكساء غطيت نبه ما انا وياكم حتى ام السلمة ما خليتها تدخل انا دخلتوني قال بلى قال ايش معنى تقول يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية بس يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية من جنة الدار العليا وبيدك فن من جنة الدار العليا يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية أربع قطع سوى الجفن يا بنت عطيان
الجفن سوى الجفن قلبه قطع سوى الجفن يا بنت الاطياف وباكر يباعدني الاجل عن دار الاحباب وبهالجفن دفوني وراروني التراب والله يعين على النواعب هالمسية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية ثاني جفن يا فاطمة لو طبوا الدار ثاني جفن يا فاطمة لو طبوا الدار بالعصر حرقوا قلبك ونبتوا مسمار ثاني جفن يا فاطمة لطبوا الدار بالعصر حرقوا قلبك ولبتوا المسمار ورحتي عليلة ورحتي عليلة وصحيت ارحامي الجار يلفك يا بنت بهالجفن يا هاشمية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية لو خرعل وسطة المحراب ثالث جفن لو خرعل وسطة المحراب وراسه بسيف الخارجي يا فاطمة انصار وفرق من الدنيا يا بنتي داحي الباب يلفون في ثالث جفن هم الحمية فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية ابن الحسن يوم المصيبة بس بيموت وخيه يظل ابن حيبة ولفه برافع جفن وشق جيبة ولفه برافع جفن وشق جيبة ويظلم عليه الكون كله يا زكية يا فاطمة سمعي يا بنتي هالوصية صلى على محمد وآل محمد.